الفهم المقاصدي للسنة النبوية، إعداد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. منبر التجديد، صوت الوسطية من الأوقاف المصرية. النموذج السادس، فهم أحاديث القيام. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعيد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فجاء فقال: قوموا إلى سيدكم، أو قال: خيركم. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. والذي نفهمه من هذه الأحاديث أن النهي عن القيام ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بالقيام تعظيما كما كانت تفعل الأعاجم. فالمنع حيث ورد يحمل على القيام تعظيما، وهو ما صرحت به رواية: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وقد ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قيام الرجل للرجل تعظيما. ومعروف أن تراجم البخاري فقه، وهو ما ترجم له أبو داود أيضا في سننه بقوله: باب الرجل يقوم للرجل تعظيما. ومما يؤكد أن القيام المنهي عنه هو قيام التعظيم وليس مطلق القيام، قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلو كان القيام منهيا عنه على إطلاقه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. ثم إن التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سره أن يمثل له الناس، يشير إلى من كان يرى في نفسه من العظمة ما يستوجب قيام الناس له تعظيما وإجلالا. لكن إن جاء قيام الناس له حبا وتقديرا يقابله تواضع وخشوع وانكسار لله عز وجل فلا حرج فيه. منبر التجديد، صوت الوسطية من الأوقاف المصرية.